الرمية السعودية حورية قشقري صوبت سهامها نحو نقطة التحول في حياتها وسجلت هدفا حقيقيا في مرمى التميز، ومن خلال سعي دؤوب وعمل شغوف استطاعت أن تحقق العديد من النجاحات في مجال الرماية بالقوس. اليوم نلتقي بها ونسلط الضوء على إنجازاتها. نرحب معنا من استديوهاتنا في جدة بالرامية رامية السهام حورية قشقري. هلا وسهلا بك يا حورية. أهلين ريم، هلا، سعدنا بوجودك معنا، ودائما نفتخر كذا ببناتنا المتميزات في الرياضة المختلفة. يمكن قبل شوية شفنا ما شاء الله بنات في سن صغير وفازوا بالمركز الأول ومبدعين في رياضة الكاراتيه، وأيضا اليوم أنت حتكوني معنا في هذه الفقرة اللي حابين نتعرف فيها أكثر عن هذه الرياضة الجميلة، هي رياضة الرمي بالسهام. كلمينا عن البداية، بداية هذا الشغف وكيف انطلقت فيها. طيب، في البداية اتعرفت على السهام بصراحة كانت يعني يمكن كانت صدفة، وكان عبارة عن نشاط صيفي كنت الهدف منه بصراحة كنت بعلم بنتي على الرماية. سجلتها في الرماية وقلت بحس يعني بدل ما استنى حشارك كمان معاها واسجل انا فيها. في البداية يعني كانت بس عبارة عن يعني هواية وحاجة كده يعني انبسطنا فيها، بعد كده حبيناها، حبينا الرماية. المدرب شاف فينا اسلوبنا، كان يعني كان مبسوط من الاسلوب اللي احنا بنلعب فيه، الستايل التكنيكس اللي بنلعب فيها، فاقترح علينا انه ننضم لنادي حراء، فانضمينا بعدها للنادي، وبعد كده صرنا ندخل على بطولات محلية. ممتاز. حورية، طب خليني أسألك، يعني قبل ما أسألك ليش دخلتي بنتك الرماية، أنت ليش دخلتي الرماية؟ إيش اللي أعطتك إياه الرماية؟ بالضبط، عاملة أنا أحب أنا كل الرياضات بصراحة، أنا يعني أحب أجرب أنواع رياضة مختلفة. عملت قبل كده ركوب الخيل، تعلمنا كمان تنس. الرماية مختلفة شوية لأنها رياضة غير، يعني غير عن الرياضات الثانية، يبغى لها صفاء ذهني، يبغى لها تركيز. الحاجة دائما اللي أقولها للناس إنه الرماية مو بس رياضة، بس كمان الحاجة الثانية تحسيها علاجية شوية، يعني يعني لما تروحي في الرماية غير عن الرياضات الثانية، تكوني قد ما تكون عندك ضغوطات في الحياة ولا تكوني مشغولة، تروحي في الرماية أهم شيء بالنسبة لك التركيز يكون في السهم تبعك والقوس تبعك والهدف، يعني من أهم الأسباب إنك تعمل كويس فيها. فيمكن الراحة النفسية بصراحة اللي تطلع منها بعد ما تعمل الرماية إحساسها جدا جميل. صعب ان الواحد يتعلمها، يعني انا شخصيا يعني احنا لما مثلا نروح ملاهي وكذا تكون في لعبه سهام او رمايه بلعبها وببدع فيها، ما ادري كيف، يعني احس اني انا احب هذه الرياضه، فصعب ان الواحد يوصل لمرحله الاحترافيه، ولا الموضوع يبغى له تركيز وممارسه اكثر؟ لا بالعكس ابدا، يعني انا احس ان الرمايه الشيء الثاني اللي حمسني في الرمايه بصراحه انه كل ما يعني تجتهدي فيها شويه تحسي بنتائج على طول. فالشيء الحلو في الرماية ان احنا دحين تقريبا صار لنا سنة بالضبط من اول ما بدأنا في الرماية. في خلال السنة هذه كل ما تروحي كل شهر عن شهر تلاقي نفسك بتتطوري وتلاقي نفسك بتعملي اشياء احسن، يعني وتروحي ليفلز وتروحي يعني مستويات اعلى، فهذه ميزة الرماية. فلو عندك حتى لو جربتي قبل كده وشفتي يعني في الايفنتات وكده، لو عندك هذه يعني هي يبغى لها شويه يمكن بس يعني upper body strength ان تكون قويه من في 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 الجزء العلوي، يعني يدك عضلات يدك، لو حسيتي انها تمام اتوقع انها حتكوني يعني كويسه فيها كمان. خليني اسالك حورية عن البطولات اللي انت شاركتي فيها. Yes. من يوم احنا من بعد ما التحقنا في نادي حراء شاركنا في بطوله، كانت اول بطوله لينا كانت في جده، وبعد كده كانت عندنا بطولات في بطولتين بعدها كانت في الرياض، وعندنا ان شاء الله كمان بطوله على نهايه السنه باذن الله في الشرقيه. يعني الحمد لله البطولات كفريق حققنا في كل بطوله بنحقق ميداليات في الابعاد المختلفه. انا بلعب 18 بس في كمان 30 و 50
و70 يعني. ففي كل تقريبا في كل يعني بعد كنا بنحقق ميداليات، وفي كل بطولة بنحقق ميداليات فيها. ايش هي الابعاد هذه انت بتتكلمي عن 50؟ ويعني ايش هي، هل هي بالمتر بايش يعني تقاس؟ نعم حورية، يعني ما أدري إذا كنت سمعتني ولا لا، بس إنه إحنا بنتكلم عن موضوع الرياضات المتنوعة، واليوم المرأة السعودية دخلت العديد من الرياضات وتمارسها وبتبدع فيها، لأنه التمكين موجود، ولأنه يعني هذا توجه الآن إنه الأبواب مفتوحة. ما هي الرياضة اللي تحبي؟ إيش تحبي؟ تحبي الرماية؟ موجود. تحبي ما شاء الله يا ريم، مو بس كذا، إحنا قاعدين كل يوم والثاني تطلع رياضات صدق هي موجودة من أول، بس النساء بالذات ما كان لهم فيها أي نشاط. مزبوط. الآن صايرين كلنا في كل أنواع الرياضات ما شاء الله إحنا مشاركين. بالضبط، لأنه هناك دعم، وهذا الشيء المهم. يعني إحنا بنشوف أهو بناتنا لما بيشاركوا في أي فريق أو في أي بطولة بيبدعوا فيها، بيكون هناك دعم مادي، دعم معنوي، دعم إعلامي، بنكون معهم في كل حاجة. وشفنا ما شاء الله مشاركة السعوديات سواء في مثلا سباقات ركوب الخيل أو إنه كرة القدم وغيرهم من الرياضات الكثير الأخرى كيف بيبدعوا فيها. وحتى لو نبغى نتكلم على المشاركات الأولمبية، كان في مشاركات أولمبية، يمكن صحيح ما وصلنا لمرحلة إننا نفوز بميدالية ذهبية، لكن المشاركة بحد ذاتها هي الإنجاز. صح. والمشاركة، وأنه الواحد يواجه وأنه يتواجد وينافس ويكون موجود، يتهيألي هذه مرحلة جدا مهمة. وكمان للتحقيق لرؤية المملكة 2030، يعني جودة جزء من هذه الرؤية هو جودة الحياة، وجزء من جودة الحياة هي ممارسة الرياضة عشان نحظى بحياة سعيدة. اليوم بنشوف كل الشيء مهيأ لممارسة الرياضة، حتى بس مهيأ ريم ولا أقاطعك، يعني حتى الأمهات صار عندها وعي في بنتها إنها عادي تدخل الرياضة. أول كانوا أمهات من قبل أتذكر إنه حتى البايسيكل لا تركب البنت، لا تنطين، لا أنت بنت، فهمتي؟ فهذه الأشياء كلها تغيرت، صار البنات فروسية، رماية، كاراتيه، تايكوندو، كثير أشياء. لا مو بس كذا، لا حتى مدربات قاعدين نشوف بنات لا قوة إلا بالله. فهذه الأشياء كلها حلوة. جميل جدا، يعني اللي بنسوي صراحة. ما أدري هل أنت كيف مع أولادك ممكن أنك تحطيهم في رياضات يمارسوها خصوصا البنوتة؟ شوفي أنا أحط عادي، ما عندي مشكلة. بس الحمد لله أنا عندي الولد ميوله كلها أشياء العيال، والبنت ميولها كلها أشياء البنات. فأنا هذا الشيء يعني الحمد لله. ما أدري لو أنه يعني بنتي تحب ذي الأشياء، ما أعرف، بس أكيد أنا بكون معها. إحنا دائما ندي لهم، عارفة، الخيار مفتوح، يعني ندي لهم الأوبشنز مفتوح. بالضبط. الخيارات كلها بالضبط. موجودة، وهم يخليهم يجربوا، جرب ده وشوف أنت تلاقي نفسك. صح. تلاقي نفسك في هذه الرياضة، تلاقي نفسك إنك تعزف موسيقى، تلاقي نفسك في الباليه أو غيره من الفنون الجميلة. صح. الأخرى. فالمهم إننا نديهم المساحة عشان هم يمارسوا ويجربوا، وفي الأخير إنهم هم يختاروا اللي يبغوا. كملينا معكم أعزائنا المشاهدين فقرتنا، ونعود لضيفتنا الأستاذة حورية قشقري الرامية السعودية، واللي تروي لنا قصة تحولها من ريادة الأعمال إلى الرياضة. هلا وسهلا بك يا حورية مرة أخرى. هلا ريم، أهلا وسهلا. هلا وسهلا بك. يعني إحنا اليوم كنا بنتكلم عن دخول المرأة السعودية للرياضات المتنوعة، وبنشوف ما شاء الله تفوقهن في مجالات متنوعة فيما يخص الرياضة. كيف تشوفي هذه الخطوة اليوم؟ بالضبط، أحس اليوم يمكن دحين أكثر من أي وقت تاني صارت فيه صحوة، صار فيه الناس صاروا عارفين أكثر عن الرياضة، صاروا يحبوا يتكلموا عن جودة الحياة. فما صارت الرياضة، يمكن كان أول بس الرياضة هي للناس مثلا اللي بيخسر وزن، ولا مثلا للرجال specifically، ولا تكون حاجة بس يعني أشياء احترافية. دحين صارت الفكرة، وصاروا السيدات اللي بيدخلوا مجال الرياضة والمدربات مرة صاروا كثيرين يعني. فصار في وعي أكثر أتوقع للناس، وحتى صارت كمان مو بس يعني للسيدات والرجال، صاروا يعني الرياضة صارت جزء من حياتهم. الأطفال كمان صارت حاجة يعني، صارت خلاص يعني حاجة الواحد متعود عليها إنه يعملها يعني. فتغيرت دحين يمكن الفكرة، وصاروا كثير في مدربات سعوديات وسيدات يعني في النادي. ومو الفكرة بس إنه بس أبغى أخسر وزن في النهاية، يمكن الفكرة لا، اللياقة، إنه كيف يعني حاجة وقائية عشان والله ما تجيني أمراض وأشياء زي كذا. صح،
حورية يمكن في حسابك في انستغرام، أنا راح أطلع شوية من موضوع الأسهم والرماية والرياضات، حدخل على موضوع ثاني يمكن موضوع يهم المرأة كثير واللي هو الجمال والعناية. في حسابك في انستغرام أنت كاتبة أنك أنت مدربة يوغا معتمدة، وأنت بالفعل مدربة يوغا معتمدة، كيف تشوفين اليوغا للوجه وإيش هي؟ طيب الحاجه الثانيه حاجه كده اون ذا سايد غير عن الـ عن الـ الرمايه والرياضه، انا برضو مدربه يوغا الوجه. الحاجه صح انهم مختلفين، بس حاجتين يعني من الاشياء اللي مره احبهم يعني احب اعملهم في حياتي. يعني يوغا الوجه تعرفت عليها من فتره بسيطه، يعني ما كانت يمكن من كم سنه فايته، يعني ما هي حاجه متعارف عليها بالمره. الفكره منها انه زي ما جسمك فيه عضلات، وجهك كمان فيه عضلات، وانت كل ما مرنتي عضلات وجهك وعملتي مساج، يعني حاجتين احنا نركز عليها في يوغا الوجه، تمارين الوجه ومساج الوجه. كل ما عملتي التمارين والمساج حيخفف لك من التجاعيد، من يعطيكي نظارة في وجهك. الإحساس بصراحة، حتى أنا لسه كنت متكلم معاكم على إحساس إن الواحد لما يعمل حاجة لنفسه قد إيش تفرق في نفسيته، وقد إيش يبين هذا الشيء على وجهه. فهذه فكرة يوغا الوجه. يمكن الأشياء الرئيسية اللي أنا أركز عليها هي المساج والتمارين، بس حاجة يعني بنركز عليها برضو كمان في يوغا الوجه كبيرة، اللي هي حكاية الاسترخاء، حكاية الراحة النفسية كمان. طب حورية، يعني أنا أحس يوغا الوجه، يعني أحس تمارين للوجه، أنا من الناس اللي يعني أنا دائما أشوف الوحدة اللي تمسك وجهها كثير ومساج وأجهزة وما أدري إيش يسبب ترهل، فما أعرف أنت إيش رأيك؟ كثير من الناس بيقولوا لي كده، وكثير اسمع من جد، يعني بيجوني ناس بيقولوا احنا اصلا ما نعمل رياضه اصلا عشان والله انه لو سبناها حنترهل، ولا جسمنا حيترهل. انا اتعامل مع الوجه يعني زي اي باقي الجسم، يعني في وجهك عضلات، الوجهك مكون من عضلات، جسمك برضه مكون من عضلات. الفكره في لما تعملي رياضه ولا تمرني هذه العضلات، العضلات تصير اقوى، ولا تصير ممكن حتى لو اختلف شكلها بشكل بسيط يعني، بس انها توصل لمرحله انه العضله حتترهل وحتصير اسوء من كده، هذه حاجه ما هي صحيحه. ما اتوقع انه حتى بصراحه ما قد قرات اي دراسه انه تقول انه هذا الشيء صحيح، او انه 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 هذا الشيء انه ممكن تترهل. للعضلة، عضلات جسمنا كلها فيها ميموري، عندنا زي الذاكرة لكل عضلة، فهي تحفظ لك قد ايش يعني شكل العضلة بعد ما تتمرن. لو سبت التمارين لفترة حتبقى غالبا عضلتك بنفس الشكل لفترة معينة، وبعدين غالبا حترجع زي ما كانت اول، اللي هي الشيء اللي بدأت فيه، بس انه هتصير حاجة اسوأ من اللي كانت قبل، ما اتوقع انه هذه حاجة صحيحة. طب هل يعني انا الان قاعده استمع لك، طب هل في نتائج ملموسه على ارض الواقع؟ يعني انا لو مثلا قعدت فتره اسوي يوغا الوجه مع التمارين والمساج، بعد قد ايش اشوف تغيير؟ المفروض امارسها كل قد ايه مثلا؟ اوكي بالضبط. اول سؤال بصراحه سالته لنفسي قبل يعني ما دخلت لهذا المجال، انه حقيقي هل فيها فايده ولا لا. انا مره احب اقرا دراسات مره كثير، احب اعرف انه في ساينس وفي اشياء من جد يعني بحوثات وراها، وفي حقيقي في بحوث في يعني اخر دراسه اللي اتعملت كانت في امريكا، واتعملت من ديرماتولوجيست، دكتور جلديه، ولقوا انه في فرق، ولقوا انه في فرق في الوجه، والتمارين يعني ساعدت بعض الناس. قد ايش النتيجه اللي من شخص للتاني يمكن يكون مختلفه على حسب كل شخص وحسب البيئه اللي هي فيها. في النهايه دائما برضو الشيء اللي نقوله انه ما هي حاجه، يعني ما هو الفيس يوغا ولا يوغا الوجه ولا التمارين لحالها هي اللي تفرق، بس اشياء مره ثانيه، عوامل ثانيه مره كثير تفرق. الرياضه تفرق، الاكل الصحي كمان يفرق في البشره، النوم، العادات، التدخين مثلا، كلها اشياء تفرق في البشره. فما حقدر اقول اوكي والله كل الناس حتكون مثلا اسبوع او اسبوعين وحتلاقي النتيجه، كل انسان على حسب كيف البيئه اللي عايش فيها. طب انت شخصيا يعني كم سنه ليكي بتمارسيها؟ صار لي تقريبا سنتين من يوم ما عرفتها، قبل كده او من يوم ما اخذت الشهاده فيها، بس قبل كده كنت انا برضو بعملها من دون، بس كنت يعني عارف ناس، كنت بتابعهم واعمل معاهم.
والله صراحة يعني احنا دائما يعني الواحد يصدق اللي قدامه لما يشوف، يعني انا مثلا اصدق دكتور الاسنان اذا كانت اسنانه حلوة، دكتور التجميل اذا كان هو انسان يعني مهتم ببشرته كده، وانت ما شاء الله يعني واضح عليك يعني جمالك طبيعي ووجهك طبيعي فشكله من اليوغا، فانا راح اعطيه له فرصة شخصيا يا اودي، ما ادري انت ايش رايك بعد هذا الكلام كله. والله حتى انا يعني انا احس انه ممكن واينت نجرب، احنا خسرانين شيء يعني، خاصة انه اشياء طبيعية ورياضة زي ما هي قالت عضلات للوجه، فليش لا؟ حورية خليني أسألك تطلعاتك المستقبلية. طيب من الأشياء اللي إن شاء الله اللي بنركز عليها في الرماية، طبعا زي ما قلت لكم احنا بنلعب 18 متر، بس كل ما لعبتي في يعني مسافات اطول، سو احنا بنلعب 18 متر بعدها كمان ال 50 وال 70. ال 70 هي هي اللي يعني تاهلك لانك تدخلي على يعني مسابقات دوليه ان شاء الله، فان شاء الله بنطمح انه نشارك في بطولات دوليه. والحاجه الثانيه بما اني احب رياده الاعمال واحب هذه الاشياء واحب صراحه انشر الرمايه مره احبها، فاحب انشر هذه الرياضه، فان شاء الله حابه يكون في مركز لتدريب النساء للرمايه. كثير ناس بيجوني وبيسالوني انه اوكي والله نبي نتعلم نبي، للاسف الشديد كل اغلب المدربين حاليا رجال، فيهم الخير والبركه وكلهم ممتازين الصراحه، لكن ستيل كثير من الناس والسيدات عندنا يفضلوا لما تكون المدربه سيده كمان زيها، فحلو حلو انه يكون في والله مركز يدرب السيدات ويعرفهم على الرمايه، لانه حقيقي كثير من الناس ما يعرفوا اصلا ايش هي الرمايه ولا كيف طرقها. يعني بالفعل احنا نحتاج مراكز لتدريب هذه الرياضه الجميله للسيدات، وخصوصا يعني انت بتشوفي بتقولي في سيدات يبغوا يمارسوا هذه الرياضه، فكيف تشوفي اقبال السيدات على هذه الرياضه؟ هل في اقبال كبير؟ هل في رغبه من السيدات لممارسه هذه الرياضه؟ كثير يس، في كثير من الناس يعني بالذات دحين كثير من الناس لما بيشوفوا انه احنا بنصور بنحط بنشوف في البطولات في الاتحاد السعودي، لما صاروا بيشوفوا انه اوكي والله عندنا الاتحاد السعودي للرماية، لما بيشوفوا انه البطولات اللي بتصير كثير من الناس بيجوا يسألونا فين بتتدربوا وكيف تتدربوا، ففي اقبال اتوقع. وكمان لو كانوا عارفين اكثر يمكن كثير يمكن من الناس اصلا ما يعرفوا، يعني كلها اجتهادات شخصيه من بعض الناس، بس اتوقع لو الناس كانوا عارفين يعني هي من اجمل البطولات الصراحه، مو البطولات الرياضات اللي ممكن الواحد يسويها. حورية قشقري شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا، يعطيك الف عافيه. مشاهدينا اكيد احنا مكملين معاكم ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل، مع دخول فصل الصيف كيف تختاري مضاد التعرق الأنسب لبشرتك؟